بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في الفيديو. هنستعرض عليكم كيفية تغيير شريط مهام ويندوز 11 وقائمة ابدأ الى نفس شكل شريط مهام وقائمة ويندوز 10 بطريقة محدثة. يعني هتحصل على شريط مهام ويندوز 10 قائمة ابدأ لي ويندوز 10 ولكن بنفس نمط ويندوز 11. هنستخدم في هذا الامر النسخة الاحدث من برنامج او من اداة اكسبلورر باتشر. الأداة دي في الفترة الأخيرة حصلت على بعض التحديثات لمعالجة الأخطاء السابقة الناتجة عن تحديثات الويندوز، بالإضافة لدعم معالجات الـ AMD وأحدث إصدار من ويندوز 11 24H2. لبدء استخدام البرنامج بكل بساطة من الموقع الرسمي على مستودع جيت هاب، هنا على اليمين هتضغط على عبارة ليتست، بعد ذلك هتنزل حاجة بسيطة إلى الأسفل عند خيارات التحميل، هتضغط على هذا الخيار الاول اللي بينتهي بالدوت اي اكس اي. حجم البرنامج طبعا 2.5 ميجا، هيتحمل معك بشكل مباشر. هتضغط على ايقونة التحميل بعد الانتهاء او هتفتح المكان اللي نزل فيه البرنامج ودبل كليك عليه، بعد ذلك يس. بشكل تلقائي هيبتدي يعمل اعادة تشغيل للويندوز اكسبلورر عندك على سطح المكتب لتطبيق التغيرات على سطح المكتب عندك. بعد ذلك وبشكل تلقائي ممكن يظهر معاك هذا الاشعار اللي بيفيد ان في بعض التكوينات الخاصة بالبرنامج بيتم تحميلها في الخلفية، فمن الافضل انك تنتظر بعض الثواني او بعض الدقائق البسيطة لحين ما يظهر معاك اشعار اخر نفس هذا الاشعار كده بالظبط ان تم الانتهاء من التحميل بنجاح. بعدها بكل بساطة من مربع البحث عندك تقدر انك تبحث عن البرنامج، هتكتب اكسبلورر باتشر، هيظهر معاك في نتائج البحث اكسبلورر باتشر. هتبتدي انك تفتحه، يظهر معاك البرنامج على هذه الواجهة اول خيار، او هيفتح معاك بشكل تلقائي على تبويب تاسك بار. من الخيار الاول تاسك بار ستايل بيختار لك بشكل افتراضي ويندوز 10 اللي هو شريط مهام ويندوز 10. تقدر من نفس الخيار انك ترجع مرة اخرى الى شريط مهام ويندوز 11. ايضا بيكون في عندك هذا الخيار اللي من خلاله تقدر انك تظهر او تخفي البحث عندك من شريط المهام زي ما انك عايز، او تقدر انك تخليه ايقونة ايضا زي ما انك عايز. بعد ذلك بيكون في عندك هذا الخيار شو تاسك فيو بوتون، هذا الخيار الخاص المتعلق بالتاسك فيو اوتوماتيكلي هيدن تاسك بار ذا تاسك بار لو محتاج انك تعمل اخفاء تلقائي لشريط المهام. ايضا هذا الخيار ستارت بوتون ستايل، الايقونه الخاصه بويندوز او بقائمه ستارت على شريط المهام بيختار لك بشكل افتراضي الخاصه بويندوز 10، تقدر تخليها الخاصه بويندوز 11. لكن بما اننا نستخدم شريط مهام ويندوز 10 فمن الافضل نخليها على ايقونه ويندوز 10. بعد ذلك بيكون في عندك هنا الخيار كومباين تاسك بار ايكون، ده الخاص باظهار التسميات على شريط المهام، تضغط عليه فتقدر انك تسيبه على خيار نيفر انه يظهر لك تسميات الصفحات او التطبيقات على شريط المهام، او بتخليها الويز بحيث ان الايقونات فقط اللي تظهر معاك على شريط المهام. بعد ذلك هنا التاسك بار ايكونز، الايقونات وحجم شريط المهام، لو انك ضغطت عليه بعد ذلك اخترت سمول فهيصغر لك شريط المهام بنفس هذا الشكل. ايضا لو محتاج انك تحرك شريط المهام انه يكون في الاعلى او على اليسار او على اليمين من هذا الخيار بريمري تاسك بار لوكيشن اون سكرين، اضغط عليها هيظهر معاك الخيارات. مثلا هنضغط على التوب انه يكون فوق، ولكن هذا الخيار بيحتاج اعاده تشغيل فهتضغط على الريستارت فايل اكسبلورر، ثواني بسيطه يعمل اعاده تشغيل لسطح المكتب ويكون معاك شريط المهام اصبح في الاعلى. هيظهر معاك شريط المهام بنفس هذا الشكل في الاعلى، بما في ذلك طبعا في عندك الخيارات الليفت والرايت لو محتاج انك تخليه على اليمين او على اليسار او انك ترجعه مرة اخرى الى الاسفل. في بعض الاعدادات الاخرى البسيطة اللي ممكن انك مش تحتاجها على شريط المهام عندك، لكن هنا الخيار رقم 2 او اهم شيء هنا ستارت منيو، هنا الخيارات المتعلقة بالستارت منيو. طبعا قائمة ستارت منيو بتظهر معك من المنتصف، هنا بشكل تلقائي ستارت منيو ستايل هو بيختار لك الستارت منيو الخاصة بويندوز 11، يعني نفس قائمة ويندوز 11 الافتراضية، ممكن انك تخليها ويندوز 10. بالتالي هيتم تغيير قائمة ستارت عندك الى نفس قائمة ستارت الخاصة بويندوز 10، لكنها برضو بتظهر من المنتصف. فمن هنا او من هذا الخيار بوزيشن اون سكرين لو انك ضغطت عليه بعد ذلك خليه على خيار الايدج، بالتالي هتلاقي قائمة ستارت بتطلع معك او بتظهر معك من على اليسار او من حافة الشاشة. بعد ذلك بيكون في عندك هذا الخيار كورنر بريفرنس، تقدر انك تضغط عليه.
طبعا قائمة ستارت بتفتح معاك زوايا حادة، لكن تقدر انك تخليها نفس قائمة ستارت ويندوز 10 ولكن الزوايا بتاعتها تكون دائرية، فبتضغط على هذا الخيار. بعد ذلك بنخليها مثلا على اول خيار اللي هو روندد كورنر فلوتنج منيو، تضغط عليه. بعد ذلك بتلاقي قائمة ستارت عندك بقت بزوايا دائرية بشكل افضل. ايضا بيكون في عندك هذا الخيار الاب ليست ديسبلاي، يعني مثلا قائمة التطبيقات اللي بتظهر على اليسار دي تقدر انك تتحكم فيها من خلال بعض الخيارات. اب ليست ديسبلاي بتضغط عليها تقدر انك تخفيها، تعمل لها هايد، بعد ذلك كيس. ثم بعد ذلك لو انك ضغطت دلوقتي على قائمة ستارت فهتظهر معاك قائمة ستارت بهذا الشكل، بتظهر معاك التطبيقات الأساسية اللي انك بتثبتها في القائمة الرئيسية. بعد ذلك بيكون في عندك هذه القوائم، تقدر لو محتاج انك توصل الى كل التطبيقات فتقدر انك توصل ليها من خلال هذه الاختصارات. يعني مثلا الاول اب هتوصل الى كل التطبيقات، مثلا في تطبيق محتاج انك تضيفه زي هذا التطبيق بنفس الكيفية، كليك يمين عليه بعد ذلك بنتو ستارت وهتلاقيه تم تثبيته معاك هنا في قائمة ستارت. وطبعا تقدر انك تحرك هذه التطبيقات بنفس طريقة ويندوز 10 تكون معاك هنا في الواجهة الرئيسية. ايضا كليك يمين عليها بعد ذلك ري سايز، وتقدر انك تخليها مثلا سمول او لارج او ميديوم زي ما انك عايز. طبعا البرنامج بيحتوي على العديد من الخيارات الاخرى، لكننا هنستخدم البرنامج فقط في هذا الفيديو للحصول على شريط مهام ويندوز 10 بما في ذلك قائمة ابدأ الخاصة بويندوز 10 ولكن بشكل محدث على ويندوز 11. طبعا هيكون في عندك مثلا سيستم تري، هنا علبة النظام لو محتاج انك تضيف بعض الرموز او تخفي او تظهر بعض الايقونات بما في ذلك الفايل اكسبلورر، للحصول على الفايل اكسبلورر او قائمة كونتكست منيو، قائمة السياقة الخاصة بويندوز 10 تكون معاك هنا في ويندوز 11 بما في ذلك مثلا الويزرز، دي بيكون في عندك ايقونة الطقس هنا اللي موجودة في ويندوز 10. يعني على سبيل المثال لو اننا ضغطنا هنا على شو ويزر اون ذا تاسك بار لاظهار ايقونه الطقس، فيظهر معاك ايقونه الطقس بنفس هذا الشكل مع بعض الخيارات للتعديل عليها. يعني لو انك ضغطت عليها تظهر معاك بهذا الشكل لعرض الطقس عندك من شريط المهام. طبعا في بعض الخيارات يعني ممكن مثلا نخليها 100% تظهر معاك بنفس هذا الشكل، او ممكن او من الافضل ان نخليها 50% بشكل مصغر بما في ذلك ايضا الايكون باك، لو محتاج انك تغير الايقونه من مايكروسوفت الى جوجل تقدر انك تضغط عليها، بالتالي هتكون معاك الايقونه بنفس هذا الشكل او الايقونات هتكون معاك بهذا الشكل. طبعا بتبتدي انك تعدل في الاداء او على البطاقه بالشكل المناسب ليك. وده الموضوع بكل بساطه لكيفيه الحصول على شريط مهام ويندوز 10 على ويندوز 11 بما في ذلك قائمه ابدا لويندوز 10 معاك هنا على ويندوز 11 ولكن بشكل محدث مع الزوايا الدائريه ونفس نمط او تصميم ويندوز 11 الجديد. وفي الاخير لو انك حبيت انك تتراجع عن التغيرات، طبعا تقدر انك تتراجع عن التغيرات اللي انك غيرتها من خلال البرنامج، او انك تلغي تثبيت البرنامج من خلال هذا الخيار settings and uninstall لالغاء التثبيت، بتضغط عليه بعد ذلك بيكون في عندك uninstall explorer butcher، او كليك يمين على قائمة start بعد ذلك uninstalled apps التطبيقات المثبتة. طبعا نقفل اكسبلورر باتشر الاول، بعد ذلك هنا مع التطبيقات المثبته هتلاقي الاكسبلورر باتشر موجود من الثلاث نقاط، هتختار ان انستول الغاء التثبيت ثم ان انستول الغاء التثبيت ايضا ثم يس. ثواني بسيطه يتم ازاله البرنامج والتراجع عن اي تغيرات، اضغط على يس هيتم اعاده التشغيل بنفس الكيفيه لمستكشف الملفات وهيكون عندك كل شيء كما كان. طبعا كليك يمين على قائمه ستارت بعد ذلك التاسك بار سيتنجز، ثم بعد ذلك لو انك محتاج انك تستخدم الايقونات في المنتصف مثلا سيرش ممكن اننا نخليه صندوق نرجعه صندوق مرة اخرى، بعد ذلك من سلوكيات شريط المهام التاسك بار بيهيفيرز هنخليها في السنتر، وبكده كل شيء اصبح كما كان. بس كده حضراتكم ده هو الموضوع بكل بساطة لكيفية الحصول او تشغيل شريط مهام ويندوز 10 وقائمة ابدأ لي ويندوز 10 معاك على ويندوز 11. فما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك، ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قول لي في التعليقات، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.